لو انتي بتعاني من الام اسفل الظهر والام في عظمك وعضلاتك وبتحسي بتيبس في المفاصل، لو عندك احساس دايما بالتعب والارهاق والخمول، لو عندك شعور بالقلق والاكتئاب لاسباب مش واضحه، يبقى الفيديو ده يهم. في اكتر من مليار شخص حوالين العالم بيعانوا من نقص فيتامين دي، وفي منطقتنا العربيه حوالي 85% من السكان بيعانوا من نقص فيتامين دي، اغلبهم بيكونوا من كبار السن ومن النساء ومن الاطفال الرضع. بالرغم من الاهميه الشديده لفيتامين دي لصحتنا وبالرغم من الخطوره الكبيره لنقصه، الا ان اغلبنا لسه ما عندناش معلومات كافيه عن فيتامين دي، واغلب المعلومات اللي عندنا بتكون معلومات مغلوطه، لان طبعا المعلومات الغلط بتنتشر اسهل واسرع. في الفيديو ده هنتكلم عن ايه هو فيتامين دي، ايه انواعه وايه طريقه عمله، هنتكلم كمان عن اهميته لجسمنا وليه بيكون عندنا نقص فيه وازاي نعوض النقص ده وازاي كمان نختار نوع فيتامين دي. يلا بينا نبتدي. فيتامين دي هو واحد من الفيتامينات الاساسيه والمهمه جدا لاجسامنا، لان كل خلايا اجسامنا اللي هي بالمليارات بتحتوي على مستقبلات لفيتامين دي، لان هو مسؤول عن تشغيل وتعطيل انواع كتير من الجينات، زي الجينات المسؤوله عن جهاز المناعه والجينات المسؤوله عن فرص الاصابه بالامراض. شفتوا بقى قد ايه فيتامين دي ده مهم؟ طيب هو فيتامين دي ده عباره عن ايه بالظبط؟ فيتامين دي هو عباره عن هرمون اكتر منه فيتامين. احنا لما بناخده من مصادره المختلفه بيمر بمرحلتين في الاول. الاول بيمر على الكبد بيتحول لصيغه اسمها كالسيديول، بعد كده بيمر على الكلى بيتحول لصيغة تانية اسمها كالسيتريول، بعد كده بيتحول للصيغة الهرمونية النشطة اللي جسمنا بيكون محتاجها، وهنعرف بعد شوية انا ليه بشرح الكلام ده. طيب هل فيتامين دي ده هو نوع واحد؟ فيتامين دي في منه نوعين، في فيتامين دي 2 وده بيكون موجود في المصادر النباتية زي المشروم مثلا، لكن مفيش عنه لسه ابحاث كفاية، بس الاكيد انه هو ملوش تأثير كبير على تحسين مستويات فيتامين دي في الدم. لكن الاهم هو فيتامين دي 3 وده اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة واللي احنا لازم نركز عليه. ده احنا بناخده من المصادر الحيوانية، وفيتامين دي 3 هو اللي مثبت ان هو ليه تاثير كبير على ان هو يرفع مستويات فيتامين دي في جسمنا، وهو ده المهم. وده هياخدنا لسؤال تاني، هي ايه مصادر فيتامين دي؟ نقدر ناخد فيتامين دي منين؟ نقدر ناخد فيتامين دي اول حاجه من الشمس. فيتامين دي اتسمى فيتامين الشمس لان جسمنا بيقدر يصنعه اول ما بنتعرض للشمس. الكوليسترول الموجود في جلدنا وبشرتنا بيحول اشعه الشمس او بيقدر يفرز فيتامين دي لما بيتعرض لاشعه الشمس. يعني الكوليسترول مهم، الكوليسترول مهم، هو الكوليسترول مش بعبع ولا حاجه. تاني حاجه بنقدر ناخد فيتامين دي من الاكل، الاسماك الدهنيه هي اكتر حاجه في الاكل نقدر ناخد منها فيتامين دي، كمان بيكون متوفر في البيض والكبده ومنتجات الالبان. طيب سؤال منطقي جدا ووجيه جدا، لما هو فيتامين دي متوفر كده في الشمس واحنا الحمد لله في بلادنا الشمس متوفره ومتوفر كمان في الاكل، ليه اغلبنا عنده نقص في فيتامين دي؟ ده سؤال مهم جدا وهنتكلم عن الاجابه بتاعته نقطه. اول حاجه هنتكلم عن الشمس. اولا مش كلنا بنتعرض للشمس لمده كفايه بحيث ان احنا نقدر ناخد فيتامين دي بالجرعات اللازمة. ثانيا لما بنتعرض للشمس بنكون لابسين هدوم غالبا بتكون مغطية كل جسمنا، وده بيعيق اشعة الشمس ان هي توصل للجلد، غير ان احنا كمان بقى بنحط صن بلوك بيكون حوالينا عمارات عالية وتلوث، كل الحاجات دي برضو بتعيق ان اشعة الشمس توصل لجلدنا، غير عوامل تانية كتير زي السمنة مثلا. لو انا وزني زايد جسمي مش هيقدر يمتص فيتامين دي بشكل كويس، وكمان السن بيكون ليه عامل، لانه احنا لما بنكبر في السن الجلد بيبقى سمكته بتزيد شوية وده برضو بيعيق امتصاص فيتامين دي، علشان كده كبار السن غالبا بيكون عندهم نقص فيتامين دي. طيب ده بالنسبه للشمس. طب والاكل؟ اولا الكميات، الكميات اللي احنا بنكون محتاجينها من فيتامين دي كل يوم صعب جدا ان احنا ناخدها من الاكل، لانه الاكل بيحتوي على كميات صغيره جدا من فيتامين دي. ثانيا اغلبنا بيكون عندنا مشاكل سوء امتصاص، خصوصا لو احنا بنعاني من مشكله مقاومه الانسولين، ودي حاجه منتشره جدا ناس كتير بتعاني منها. طيب هل في اسباب تانية بتسبب نقص فيتامين دي؟ في حاجات كتير بتتسبب في استنزاف مخزون فيتامين دي من الجسم. زي ايه؟ اول حاجه اكل السكر، السكر عديم القيمه الغذائيه، وفي نفس الوقت الجسم بيستهلك كتير من الفيتامينز والمينرالز اللي موجوده في جسمنا علشان يقدر يتعامل مع السكر ويتخلص منه، وفي نفس الوقت هو بيديكي صفر قيمه غذائيه، وده بيخلق مشاكل سوء تغذيه، وده بيخلق نقص شديد في المعادن والفيتامين. تاني حاجه الالتهابات، ارتفاع معدل الالتهاب في الجسم بيخلي دايما جهاز المناعه مستنزف. جهاز المناعه مستنزف يعني في كتير جدا من الفيتامينز والمينرالز اللي جهاز المناعه بيعتمد عليها بتكون مستنزفه، ومن اهمها طبعا فيتامين دي. طب ايه اللي بيرفع معدلات الالتهاب في الجسم؟ جسوت اكل السكر، او انه يكون الشخص مصاب بامراض مناعيه او مزمنه، وده ثالث سبب. اغلب الاشخاص او تقريبا كل الاشخاص اللي بيعانوا من امراض مزمنه او مناعيه بيكون عندهم نقص شديد في فيتامين دي وفي كل المعادن والفيتامينز. رابع سبب هو مقاومه الانسولين.
اي شخص عنده مقاومه انسولين بيكون عنده نقص شديد جدا في كل المعادن والفيتامينات مش بس فيتامين دي. كمان مش كلنا الكبد والكلى بتاعتنا في احسن حالتها علشان نقدر نحول فيتامين دي من الصيغه الاوليه بتاعته للصيغه اللي جسمنا محتاجها زي ما شرحنا في الاول. فاحنا لو الكبد والكلى عندنا مش سليمه بنسبه 100% او لو مش سليمه كفايه ان هي تحول فيتامين دي للصيغه اللي جسمنا محتاجها مش هنقدر نمتصه بشكل كويس. كل المشاكل دي بتخلق مشكله نقص فيتامين دي. طيب ازاي اعرف ان انا عندي نقص فيتامين دي؟ اول حاجه الاحساس بالام في العظم خصوصا في منطقه اسفل الظهر، والام في العضلات وفي وتيبس في المفاصل. تاني حاجه ان انا كنت طول الوقت عندي خمول وحاسه بكسل وحاسه ان انا عايزه انام من غير سبب. تالت علامه هي الشعور بالاكتئاب والقلق. في ناس كتير جدا بيبقى عندها احساس بالقلق والاكتئاب ويتشخصوا على ان هم عندهم اكتئاب، والحقيقه ان هم بس عندهم نقص شديد في فيتامينز ومينرالز كتير خصوصا فيتامين دي، لان هو بيلعب دور كبير جدا في حالتنا المزاجيه. كمان زياده الوزن علامه على نقص فيتامين دي، والارق واضطرابات النوم اللي هي برده ملهاش سبب محدد بتكون علامه على نقص فيتامين دي. لو انا عندي كل العلامات دي او كتير منها ده معناه ان انا ممكن جدا يكون عندي نقص في فيتامين دي. يعني هو فيتامين دي ده مهم قوي كده لصحتنا. هي الدراسات اثبتت انه فيتامين دي بيلعب دور كبير جدا في الوقايه من امراض القلب، من امراض السكر، حتى في الوقايه من الاصابه بالسرطانات. كمان بيلعب دور كبير قوي في تحسين حالتنا المزاجيه وفي علاج اضطرابات القلق والاكتئاب. ده غير انه مشكله الكساح عند الاطفال اللي منتشره خصوصا في الدول الناميه بتكون مرتبطه جدا بمشكله نقص فيتامين دي. عشان كده فيتامين دي كمان بيحمي من الاصابه بمشكله هشاشه العظام. طيب ايه هي الجرعات اليوميه المطلوبه من فيتامين دي؟ بالنسبه لشخص مش بيعاني من نقص فيتامين دي الجرعه اليوميه بتكون 10000 وحده دوليه. دي بتساعدنا ان احنا نحافظ على مستويات معتدله من فيتامين دي في جسمنا. لكن بالنسبه لشخص عنده نقص فيتامين دي الجرعه اليوميه بتكون من 20-30000 وحده دوليه في اليوم علشان نقدر نعوض النقص ده. بالنسبه لاي شخص بيعاني من مشاكل سوء امتصاص او عنده نقص شديد او عنده التهابات عاليه او بيعاني من مرض مناعي او مرض مزمن الجرعه بتكون من 30-50000 وحده دوليه في اليوم. انا شخصيا ماشي على الجرعه دي بقالي اكتر من سنه، والحمد الحمد لله الجرعه دي ساعدتني جدا ان انا اقدر اسيطر على الروماتويد، وبس عن طريق الفيتامينز وجرعات الفيتامينز اللي انا باخدها مع الكيتو والصيام المتقطع قدرت اسيطر على الروماتويد، ودلوقتي عايشه احسن من اي حد طبيعي الحمد لله. في ناس، انا عارفه في ناس هتسال هي الجرعات دي مش عاليه قوي؟ لا هي مش عاليه قوي لسببين. اول حاجه انه مستحيل ان جسمنا يقدر يمتص الجرعه دي كلها، مهما كان مستويات الامتصاص في جسمنا كويسه ما بنقدرش نمتص كل الفيتامينز او حتى من الاكل اللي احنا بناخدها. تاني حاجه لانه لو في حاله التهابات، في حاله وجود التهابات، الالتهابات بتخلي دايما المخزون بتاع الفيتامينز مستنزف باستمرار في الجسم، علشان كده لازم ناخد جرعات عاليه شويه علشان نعوض الاستنزاف ده. طيب نقدر ناخد فيتامين دي منين؟ نقدر ناخد الجرعات دي منين؟ زي ما قلنا صعب جدا شبه مستحيل ان احنا ناخد الجرعات دي بشكل يومي من الاكل، الا لو احنا هناكل كميات كبيره من الاسماك الدهنيه كل يوم، وما اعتقدش ان احنا كلنا بنقدر نعمل ده، فبنعتمد على الفيتامين. طيب ازاي اختار نوع فيتامين دي المناسب؟ اولا لازم اتاكد ان هو فيتامين دي 3 مش فيتامين دي 2، لان في ناس كتير جدا بتقع في الغلطه دي. تاني حاجه لازم اتاكد من الصيغه بتاعته ان هي صيغه طبيعيه، ان هو بلانت بيس، وان هو نون جي ام او، يفضل ان هو يكون نون جي ام او لو انا اقدر اجيبه. تالت حاجه لازم اتاكد من الجرعه، لانه في انواع فيتامين دي بيكون الدوز بتاعها قليل قوي، احنا عايزين ناخد على الاقل 10000 وحده دوليه كل يوم، فاتاكد ان الدوز بتاعت النوع اللي انا هجيبه عاليه. لو هتسالوني انا شخصيا بستخدم ايه، انا شخصيا بستخدم النوع ده بتاع ناو فودز، مش لاي سبب بس انا مرتاحه عليه وهو هاي كواليتي جدا وجاب معايا نتائج كويسه قوي. والناس اللي مش بتحب تاخد كبسولز في منه ليكويد، بس مش شرط خالص نجيب النوع ده، ممكن نجيب اي نوع بس نكون بس متاكدين من الكواليتي بتاعته، من الصيغه بتاعته، حتى لو اي نوع في الصيدليه هات النوع المتوفر عندك، المهم تجيبيه وتاخدي الجرعه اللازمه من فيتامين دي وتعوضي النقص اللي عندك. في ناس كتير بتسالني عن الفيتامينز الاساسيه، فيتامين دي هو اكتر فيتامين اساسي وبنحتاجه بشكل يومي، حتى لو احنا مش بنعمل كيتو لازم ناخد فيتامين دي. لو عجبك الفيديو ده ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وسبسكرايب لقناه كيتو صح على اليوتيوب، ولو لسه عندك اي سؤال عن فيتامين دي سيبيهولي في الكومنتس وهرد عليك، وما تنسيش تشاركي الفيديو مع اي حد تحبي ان المعلومات دي توصله. ولو عايزه تاخدي فكره عن برامج الدايت هتلاقي لينك موجود في الديسكربشن. اشوفكم الفيديو الجاي، باي.